النموذج المعرفي هو الأفكار الأساسية الموجودة في عقول البشر جميعا. الأفكار الأساسية دي تتلاقيها بتحرك الناس وإن لم يشعروا. كل موقف حضرتك بتاخده، كل كلمة أنت بتقولها، كل طريقة في الحوار أنت بتسلكها، حتى طريقتك في اللبس هتلاقيها نابعة من نموذج معرفي، سواء حضرتك عرفت كده أو معرفتش. تمام كده؟ فالعقيدة مهمتها إيه؟ إن هي تحط لك أساس جيد لنموذج معرفي مصدره الله. طب لو ما فيش عندنا النموذج المعرفي الإلهي ده إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي البشر اخترعوا لأنفسهم نماذج معرفية. طيب النموذج المعرفي باختصار هو إجابة الإنسان عن هذه الأسئلة الثلاث، اللي هي إيه؟ من أنا؟ ومن أين جئت؟ وما دوري؟ وإلى أين المصير؟ هم ثلاث أسئلة، ممكن أربع أسئلة، ممكن نختزلهم في ثلاثة: من أنا؟ من أين جئت؟ إلى أين سأذهب؟ تمام؟ طيب يبقى النموذج المعرفي هو الإجابة عن هذه الأسئلة. كل البشر مهما اختلفت عقائدهم، مهما اختلفت دياناتهم، كل واحد منهم عنده إجابة عن هذه الأسئلة. مفيش حد ما عندوش إجابة عن هذه الأسئلة. وبناء على الإجابة عن هذه الأسئلة بتختلف تصرفاتك ومواقفك وأفكارك وسلوكياتك وطريقتك في المشي وطريقتك في الكلام وطريقتك في اللبس وطريقتك في السكن وطريقتك في التعامل مع أولادك، كل حاجة. طيب يبقى إذن النموذج المعرفي هو الذي يهتم به علم العقيدة. فالمسلمين إذن حتى يكونوا مسلمين منطلقين من النموذج المعرفي الإسلامي عليهم أن يدرسوا ماذا، أو يقفوا على ماذا؟ على معرفة علمي، على معرفة علمي العقيدة. طيب العقيدة بتقول لك من أنت، وبتجاوبك عن من أنا، فبتعرف عن طريق علم العقيدة إنه إحنا عباد لله سبحانه وتعالى، مهمتنا على هذه الأرض هي عبادة الله سبحانه وتعالى بطرق مختلفة. من هذه الطرق إن إحنا نعبد الله بالشعائر التي دلنا عليها، فنصلي ونصوم ونحج. من هذه الطرق إن إحنا نعمر الأرض، لأن ربنا طلب مننا كده. من هذه الطرق تزكية النفس، لأن ربنا أيضا طلب منا هذا. يبقى من أنا؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى. ده بنتعلمه في علم العقيدة، فدي هويتك. طيب لو أنا ما حددتش هذه الهوية وتجاهلت هذه الهوية، هتلاقي الإنسان بيتأله فيضع نفسه شريك لله سبحانه وتعالى، يضع نفسه مشرع بدل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لو سألت أي حد من غير المسلمين هتقول له أنت بتعبد نفسك؟ يقول لك أبدا. بس هو في الحقيقة يعبد نفسه. ليه؟ لأنه هو اللي مشي نفسه بنفسه، وهذا ليس شأن العبيد. لذلك لما نزلت الآية اللي في سورة توبة اللي فيها قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية بتتكلم عن مين؟ اليهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، المشايخ بتوعهم عبدوهم من دون الله. فجه علي بن حاتم لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدناهم. يعني أنا عمري، هو بيقول له كده كأنه بيقول أنا عمري ما رحت الكنيسة سجدت للأسيس. هو متصور أن العبادة هي إيه؟ هي هذا المظهر المحدد، بينما مفهوم العبادة أوسع من ذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: ألم يحلوا لكم ما حرم الله فأطعتموهم؟ ألم يحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. يبقى طالما هو حرم الحلال أو أحل الحرام، يبقى إيه؟ وأنت سمعت كلامه يبقى إيه؟ يبقى أنت كده عبدته من دون الله. يبقى إذن الإنسان إن لم يحدد هويته بأنه عابد لله سبحانه وتعالى، سيحدد لنفسه هوية أخرى غير التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك هتلاقي مواقفه كده: متكبر، معجب بنفسه، يتأله على الناس، يظلم الناس. ليه؟ انطلاقا من هذا النموذج المعرفي اللي هتلاقيه بيظهر في كلامه، بيظهر في حركات جسده، بيظهر في مشاعره حتى تجاه الناس. احتقار الناس ده عبارة عن إيه؟ تأله. ثاني يعتقد إنه أحسن من كل الناس، إنه إله وهم حاجة تانية خاص. فده جاي منين؟ من العجينة الأساسية اللي هي إيه؟
هذا النموذج المعرفي. يبقى إذا من أنا؟ من أين جئت؟ العقيدة الإسلامية بتجيب عن هذا، والقرآن بيعلمنا أننا خلقنا خلقا ولم نتطور كما يزعم التطوريون، أو لم نأتي صدفة كما يزعم أيضا الملحدون أو الطبائعيون. يبقى إذا من أين جئت؟ نحن خلقنا، خلقنا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا ينفي أن يكون من فعل الله أن يحدث تطور، لكن حتى وإن كان في تطور فتطور موجه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. زي ما احنا كده طفل، صبي، شاب، كهل، عجوز، فده ايه؟ ده تطور، لكن داخل النوع الواحد. لكن التطور الذي يقول عنه التطوريون ان هو انتقال من نوع الى نوع، ده مفيش عليه دليل حتى الان. ايوه قال عليه دليل. يبقى اذا من اين جئت؟ خلقت خلقا، خلقني الله سبحانه وتعالى. ما دوري انا هنا؟ بعمل ايه؟ احنا هنا بنعمل ايه؟ قلنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الى اين المصير؟ الى الله سبحانه وتعالى، حيث الجنه او النار. يبقى علم العقيده هو اللي بيثبت عندي هذه المعاني.